اتخذتم باليمين سنة نبوية. النبي صلى الله عليه وآله كان يتختم باليمين، وكأنه هكذا يبدو أن الشارع، أن الدين نظم الأعمال، الأعمال الرفيعة جعلها لليمين، والأعمال الوضيعة جعلها للشمال. هذا النوع من أنواع التنظيم في القانون الديني كما يبدو. راجعوا كتاب الطهارة في مباحث الاستنجاء، هنالك كلام حول هذا الموضوع. النبي صلى الله عليه وآله حتى، لاحظوا القرآن الكريم، الله تعالى يقول وناديناه من جانب الطور الأيمن. هذا الأيمن مو صفة للطور، صفة للجانب. عندما موسى صلوات الله على نبينا وآله وعليه كان يأتي من مدين، جاءه الخطاب الإلهي من جبل الطور، ولكن من أي جانب؟ وناديناه من جانب الطور الأيمن، هذا الجانب مو ذلك الجانب. كأن اليمين له خصوصية في الإسلام وفي معادلات الكون. على كل حال، النبي صلى الله عليه وآله كان يتختم باليمين. أمير المؤمنين صلوات الله عليه كان يتختم باليمين، وهنالك في الأحاديث سئل الإمام الكاظم صلوات الله عليه لماذا كان علي يتختم باليمين، فقال له الإمام إن النبي كان يتختم باليمين. هذه قبل أن تكون سنة علوية هي سنة نبوية. النقطة الثانية، تم هنالك نوع من التحويل. هذه السنة النبوية ككثير من السنن الأخرى تم تحويلها. متى تم هذا التحويل؟ في قضية التحكيم. جاء أبو موسى الأشعري وصعد مكانا عاليا وقال إني خلعت صاحبي، يعني أمير المؤمنين. بعده جاء الدور لعمر بن العاص وقال إن هذا خلع صاحبه وأخرج خاتمه من يده اليمنى، ولكنني أثبت صاحبي وأدخل خاتمه في يده اليسرى. أبو موسى الأشعري اللي كان رجل مغفل وساذج وملعون خلع صاحبه، ولكنني أثبت صاحبي يعني معاوية وأدخل الخاتم في يده اليسرى. هذه القضية صارت بداية لتحويل السنة النبوية إلى سنة أموية. السنة النبوية كانت شنو؟ التختم باليمين. السنة الأموية أصبحت التختم بالشمال، خلافا لله، لما أمر الله، وخلافا لما جرت عليه سيرة رسول الله. هذا مو فقط في التختم، في كل شيء. الأمويون
ومن قبلهم نقضوا سنة رسول الله حجرا حجرا. حتى الوضوء النبي 10 أعوام تقريبا كان يتوضأ أمام المسلمين، وكل المسلمون كانوا يشاهدون أن النبي يتوضأ من المرافق إلى الأصابع 10 أعوام تقريبا، الكل كانوا يشوفون. ولكن إلى أن قام ثالث القوم، التحويل بدأ من ثالث القوم، قال رسول الله ما كان يتوضأ هالشكل وإنما كان يتوضأ هالشكل، وقام ضده الأصحاب، إحنا خشفنا رسول الله ما توضأ مرة واحدة، مئات المرات توضأ أمامه أو أكثر أو أقل 10 أعوام تقريبا، قال لا النبي هالشكل كان يتوضأ. ولذلك حتى من علمائهم، راجعوا كتاب لطيف وضوء النبي صلى الله عليه وآله، يثبت أن النبي كان يتوضأ بهذا المنهج، هالشكل كان يتوضأ. من مصادرهم، من علمائهم، حتى مجموعة من علمائهم خالفوا الثالث، كانوا يتوضون كما يتوضأ رسول الله. ولكن السنة النبوية تبدلت إلى سنة أموية، راجعوا الكتاب وشوفوا الكتاب من مصادرهم. كان واحد من علمائهم قرأ الكتاب، كان يقول، كتب لمؤلف الكتاب كما حدثني المؤلف، هو يقول أنت ماذا فعلت؟ أنا كل يوم عندما أروح أتوضأ يجي في ذهني هذا الخاطر، أنا كل يوم أتوضأ 3 مرات أو 5 مرات، عندما أبدأ بالوضوء يجي في قلبي هذا الشك أني دا أتوضأ وضوء النبي أو وضوء فلان. يعني مو في قضية التختم باليمين فقط، لا، في كل شيء، في الصلاة، في الوضوء، في الحج، في الطواف، في الطلاق، حتى في الطلاق الله يقول الطلاق يحتاج إلى شاهدين وأشهدوا ذوي عدل منكم، هم يقولون ما يحتاج إلى شاهدين. الله في النكاح يقول ما يحتاج إلى شاهد في القرآن الكريم، هم يقولون يحتاج إلى شاهد. يعني بالعكس بالضبط، الله في النكاح يقول وأنكحوا الأيام منكم، بعد شهود ماكو، هم يقولون يحتاج إلى شهود. الله في الطلاق يقول وأشهدوا ذوي عدل منكم، هم يقولون ما يحتاج إلى شهود. الله يقول الطلاق 3 مرات، الطلاق مرتان كذا، فإن طلقها من بعد، هم يقولون الطلاق مرة واحدة 3 يكفي. يعني شوفوا بني أمية وأمثالهم عمدوا إلى سنة رسول الله حجرا حجرا، فنقضوها واحدا واحدا. والعجيب هؤلاء اللي إلى الآن دا يعيشون، هذه كتبهم، هذه مصادرهم، ليش ما يراجعون؟